طب نشوف المحتوى التنمية ده من الناحية الكيفية. هل عمران الحضري في الدلتا بدأ مشوها زي ما احنا شايفينه كده؟ أم أصابه الخلل؟ وإيه سبب ده؟ عشان نقدر نتحرك. ده عمران حضر الدلتا في بداية القرن العشرين، في الأربعينات والخمسينات والستينات، بداية الستينات. اللي على اليمين فوق شربين، تحتها طنطا، والاثنين اللي على الشمال دول المنصورة. ده عمران يهتم بالمقياس الإنساني، يهتم بالفرد، يهتم بالمناطق الخضراء والمفتوحة، يهتم ويعكس ثقافة المجتمع، بيأكد على الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطية والبنائية. لما ندرسه في حقيقته هنلاقيه بيحقق كل ما جاءت به مؤشرات تحقيق البند السابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحق في السكن الملائم. السبع عناصر لما إسناهم على هذا العمران اللي ابتدى في الفترة دي بيحققهم بالكامل. طب لما تطور بقى هذا العمران إيه اللي حصل قديما وحديثا؟ حتى لما حافظنا على الشكل القديم، على الشكل بس، حصل تشوه في البيئة العمرانية نتيجة تجاوز الحدود القصوى لكثافة السكان والأنشطة. نرجع تاني نلاقي إن الزيادة السكانية وكثافة الاستخدامات والأنشطة اللي تدخلت أدت لتشوه البيئة العمرانية بالشكل ده، نتيجة إن طغى الانتفاع على المستوى الفرد على الخسارة اللي بيخسرها على المستوى الجمعي، ونتج الشكل ده. ده لما حفظنا. طب لما غيرنا، انتقلنا من عمران بيهتم بالمقياس الإنساني إلى أن التركيز أصبح على القيم المادية وحدها، وحصل التفات كامل عن أي قواعد ونظم للبناء وضوابط للبيئة العمرانية المناسبة لحياة الإنسان.